وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. مرحبا بكم في القناة الموندو دي كريمة جلوتين فري. مرحبا بالجميع المتتبعين وغير المتتبعين اللي كيشوفوا الفيديو لأول مرة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولي لايك والبارتاج حتى تعم الفائدة على الجميع. اليوم ان شاء الله جبت لكم يعني فيديو جديد مغاير، كنحاول يعني ننوع لكم الفيديوهات على قدر الامكان، ونشوف يعني شنو اللي الحوايج والمسائل اللي تتبغيو والفيديوهات الانواع اللي تتبغيو. خليو لي جميع مقترحاتكم واسئلتكم في لي كومونتير وان شاء الله غدا نجاوب عليها. بما ان كتشوفوا هنا جميع الانواع ديال الباستا يعني المفضله عندي، يعني باريلا وما ادراك ما باريلا. يعني باريلا هي النوع المفضل اللي كناخذو في هاد سباكيتي. صراحه رائع وكيجي زوين ويعني تتبقى يعني في نفس الشكل ديالها، ما كيتغير ما والو. هنا انا فاتحه هنا هاد البواطه هذه، يعني انني استعملتها من قبل. كيف ما كتشوفوا هنايا هذا النوع ديال فوسيلي، وكاين هذا النوع عاود نوع يعني طالياتيلي، هذا ديال المايس يعني الذره الصفراء، وهذا النوع هذا ديال الجرانو ساراتشينو يعني السرازان. البنات راه زوين ولذيذ. يعني هذا النوع ديال الباستا يعني ملي كتستعملوها في الماء ما تترخى، يعني تتبقى في الشكل ديالها الرائع. هذا النوع هذا ديال لي زيبينار، يعني راكم عارفين كيكون عندنا نقص في جميع المعادن، وكاين عاود هنا يعني هاد طالياتيلي ماركه يعني صفراء بدون يعني بدون اي اضافات. باستا سانزا اوفا يعني ما فيهاش البيض، الناس اللي عندهم حساسيه ديال البيض. كاين عاود نوع اخر هنا غادي نوريه لكم، هذا النوع هذا ديال كابيلي دانجيلو، هذا اللي كيدار يعني في الحريره، في يعني كيف ما تنقولوا لها احنا الشعريه، يدار في الحريره، يدار في الصوبه. هذا عاود نوع اخر ديال ساراتشينو، وكاين عاود نوع اخر هذا رومو، حتى هو الصراحه زوين. الشكل ديالو رائع وكيجي حتى يعني الا بغينا نعملو هكا مثلا شي غاتا بالبيشاميل كيجي رائع. وهذا النوع الرائع اللي دائما البنات كنشاركو معكم، كنت حضرته يعني المره اللي فايته حضرت به السفه، فيه انواع كثيره. وكاين هذا النوع هذا يعني تعملوه مع الطماطم كيجي زوين، وكاين عاد النوع هذا، وكاين هذا النوع ديال الفوسيلي. صراحه ماركات كثيره، وصراحه المنتجات كلها الايطاليه رائعه رائعه رائعه. هذه عاود هنايا لازان كيف ما كتشوفوا، هذه لازان هنايا يعني جاهزه. وكاين هذا النوع اخر ديال لازان كيف ما كتشوفوا هنايا، هذا ماشي هي يعني هذه الباستا ماشي جاهزه، ولكن تطيبوا الماء وتتفرغوا عليها يعني الماء يعني مملح، راه معروفه يعني الطريقه ديال الطي. وغتلقاو يعني الفيديوهات بالنسبه لطريقه الباستا وطريقه لازان كلها غتلقاو في القناه ديالي. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تكون الافاده اكثر واكثر واكثر. وما تنساونيش بلي لايك وبالاشتراك في القناه ما تنساونيش، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد او وصفه جديده او فلوج جديد من الوصفات الخاليه من الجلوتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.